السلام عليكم. اليوم نتكلم على إقامة رائعة تقع بوهران، وبالضبط تقع على شارع الأسود، ما يسمى بشارع الأسود، اللي فيه الآن عدة بنايات جميلة جدا وفنادق، وراح يكون شارع عصري واحد من أجمل الشوارع في مدينة وهران. وهذه الإقامة اسمها إقامة الزيانيين، وإن شاء الله المدن متاعنا تتطور بطريقة جيدة وعقلانية، وبتصميم يكون مبرمج، يعني فيه مشي بالعشوائي، نحاول نتفادى العشوائية والضوضائية والفوضوية، وإن شاء الله يكون فيها خير. والسلام عليكم.